أخبار اليوم. بس خط مش عايزين نقفلك. لا يا سيدي على عيني، تعالي معايا. طيب دي بس يا جماعه، بعد اذنك كاميرات الدور الثالث اتفضل. كاميرات بعد اذنكم الدور الثالث. يا عم قلت يا عم فرصه فوق بقى يا جماعه فوق. علي الوزير مع حضرتك، هقول لنا ايه اللي ناقص. انا هقول له على كل حاجه. عايزه اتجوز ايه؟ عند الدكتوره زينب. هي اللي كاتبهولي. انا نفسي تاخدي نفسك. انا ممكن تقعدي وترتاحي وانا اجيب حاجه. هاتوا كرسي الست ولا حاجه. عشان انا عندي القلب بقى. تعالي يا حاج، النبي يا جماعه ريحوه الله يخليك. ريحوا الست، سيبوها بقى عشان تفتح. اتفضل.